بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. نشرح الآن أركان الإيمان بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة وسلام على پیغمبر مذورتن. إيمانن 6 ركنن نعمتني düşünürjünü aydıp geçers. الركن الأول أن تؤمن بالله. كيف نؤمن بالله؟ برنجسي إي الله إيمان etmek. Nedir Allah iman etmeli? نعم، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. İman öz içine aliye ananmaklık, iman etmeklik. Allah Teala'nın rububiyetine iman etmek, Allah Teala avadetine iman etmeklik, Allah Teala'nın güzel sıfatlarına, adlarına iman etmeklik öz için aliye. Ve nu'min bi vücudillah. Lenne hunak men yunkir vücud Allah Subhanahu Teala aslan. Ve Allah Teala'nın varlığına, Allah Teala'nın ebedi varlığına iman ediyor. Şu yerde ne adamlar var, kâfir adamlar, Allah Teala أصل الله بارنا إيمان إتمي الله تقلن. الأدلة على وجود الله كثيرة جدا. الله بارنا دلالة إديان ذاتنا كب. ولكن ممكن أن نجمعها نجملها في أدلة أربعة. دور ثانق ذات بلن بذل كب ذات ترجم نبليت يعني الله تعالى بارنا دلالة إديان ذاتنا. العقل لا يمكن أن يأتي إنسان عاقل وينظر في هذا الانتظام البديع في الكون، طلوع الشمس وغروبها والمجرات والبحار والأنهار، إلا ولا بد يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. هذا الدليل العقلي. آدمين عقلي دلالة دي شنون على أودن وقتي نظاملي قرنشتو يردلن شل دنيانن قنون دغمونا آين doğmağını, ayın batmağını, şul bolup duruyan her hadiseler, yeryüzünü, şul bolayan zatların hepsi bir şeyle bir iyince yolun yasalanlığına, iyince yol bilen dörüdülenlığına şul tebiyatı seyredip neyme, akıllı adam hükman bilye şul zatların bir yaratıcısı var, şul zatların halığı vardığını adamın akli dilale dedi. Naam, الثاني الدليل الحسي، دليل محسوس ملموس، ترى بعينك مثلا، تكون في كرب وشدة وترفع يديك تقول يا رب فرج هذا الكرب، تجده ينفرج، ترى أمام عينك ينفرج، هذا دليل محسوس. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فنزل الغيث، هذا دليل محسوس ملموس. نعم. إكنج دليل نعم قرلب بالنب بالنيان دليل يعني نهيلي سن إلني الله تعالى قلرب أي اللهم باشما قلن بلانب أذن دبت نعم أي الله ما نحلان ذات برد دعاء لك إذا نسين أز غزون من الجوريان شرذاتن أملا أشيان نعم شرذاتن بوليان نعم مثال تشين فيها مر مس الله عليه وسلم نعم يغس يغمقلقنا يغمر يغمقلقنا الله تعالى دن دلي قدن نعم هم مكش غزورن غوردلور الله تعالى دعاء فين قول إدب يغمر يغس يغنرني بول دليل غوريان بالنيان دليل. الرابع الدليل الفطرة، لأنه كل مولود يولد على الفطرة. Üçüncüsü her bir yaradılan adamlar neymedi? Bir fıtratından, öz yaradılışından, tebiyatından neymedi de oluyor? İmanına da oluyor. Rabi'a şer'a yani kitab-ı sünnet, o hâda kethir cidden. Ve dördüncü delalet ediyen zaten neymi? Allah-u Teala'nın inlerin mukaddes kitapları, Allah-u Teala'nın şeriatı ve ulhim katıkıp zatlar bize delalet edip korkuyor. Naam.